سلام من الله عليكم، أهلا وسهلا بكم في اليوم الأول من مهرجان أسبوع الإمامة العلمي الدولي الأول المقام تحت شعار النبوة والإمامة صنوان لا يفترقان وبعنوان الإمامة نظام الأمة. نحييكم من عاصمة الإمامة مدينة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام النجف الأشرف، وتحديدا من جامعة الكفيل لنوافيكم بتفاصيل المؤتمر العلمي الأول الذي حمل شعار الإمام علي عليه السلام ميزان الحق عبر الرسالة اليومية للمهرجان فكونوا بالقرب. برعاية كريمة من قبل مقام سماحة السيد المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة سماحة السيد أحمد الصافي دام عزه، بتحضيرات مستمرة لعدة أشهر شرعت الأمانة العامة بتقديم هذا الأسبوع، أسبوع الإمامة الذي يعنى بإمامة الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، تزامنا مع عيد الغدير الأغر عيد الله الأكبر، لبيان منهجية المولى أمير المؤمنين عليه السلام التي استلمها من الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم لتحقيق العدالة والسلام للإنسان. ضمن برنامج أسبوع الإمامة الدولي تقيم جامعة الكفيل بالتعاون مع جمعية العميد العلمية والفكرية التابعة للعتبة العباسية المقدسة المؤتمر العلمي الدولي الأول الإمام علي عليه السلام ميزان الحق، إذ استقبلت الجامعة 48 بحثا، وبعد إجراء التقييمات العلمية لهذه الأبحاث من قبل أساتذة معنيين وخبراء علميين، بالإضافة إلى إجراء الاستلال العلمي والاستلال من الإنترنت، بقيت الأبحاث المقبولة لهذا المؤتمر بلغت 27 بحثا، ألقيت منها على جلستين 18 بحثا، الجلسة الأولى تعقد بالتزامن مع الجلسة الثانية، وهناك باحثين من العراق بالإضافة إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومن لبنان ومن نيجيريا ومن المملكة المتحدة ومن ألمانيا. الواقع دائما عودتنا الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة بنتاجاتها الرائعة، وامتاز مؤتمرها هذا بالتنظيم الرائع والإعداد، مضاف إلى الجنبة العلمية الواضحة فيما تمخض عن المؤتمر من بحوث على مدى عام كامل. الأخوة كانوا قد جهدوا في إبراز ما هو الأفضل والأحسن والأدق من البحوث، فأسأل الله تبارك وتعالى للإخوة القائمين على المؤتمر دوام التوفيق، وأسأل الله تبارك وتعالى للإخوة من الباحثين والأخوات من الباحثات التميز والتألق في سماء خدمة شريعة سيد المرسلين وخدمة خط أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. واقعا اليوم صمام أماننا الدنيوي والأخروي هم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، وهذا الشيء له شواهد كثيرة. اليوم تمسكنا بأهل البيت وبسيد الشهداء وإلى آخره، هو هذا صمام أماننا في الدنيا والآخرة، ولهذا الانتماء لأهل البيت عناصر ومظاهر. من أسمى وأجلى وأعظم مظاهر الانتماء لأهل البيت هو إحياء تراثهم صلوات الله وسلامه عليهم، واليوم ما نراه في أسبوع الإمامة واقعا من أجلى وأبهري وأجمل ما يكون به إحياء تراث أهل البيت، وما يكون به العمل بوصية النبي الأكرم من متابعة العترة والسير نحو أثر العترة. طيب كيف نسير وراء العترة وراء أثرهم وراء تراثهم إن لم تكن مثل هذه المشاريع وهذه النشاطات الثقافية العالية؟ اليوم أسبوع الإمامة بفضل الله ومنه مصداق من مصاديق إحياء تراث أهل البيت الذي يواكب تطلعات العصر والذي يواكب الغزو الثقافي والثقافات الأخرى التي تأتي من هنا وهناك.
الإيجابيات هي كثيرة جدا. أولى هذه الإيجابيات هي أنها تفتح باب للباحثين الذين سوف يأتون من بعد للعلم أنه لم يكتب سابقا في علوم القرآن عند أمير المؤمنين، وإن كتب فقد كتب عن 3 أو 4 من العلوم، أما 60 علما فلم يكتب في ذلك. لذلك أنا وضعت في آخر البحث جدول مفهرس كامل لهذه 60 علم، إن شاء الله عندما يطبع سيجد الباحثين الكثير من الأمور التي يستفيدون منها من هذه 60 ضمن جدول كامل حول العلوم القرآنية عند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. بارك لجامعة الكفيل هذا المستوى الرائع من التنظيم والمشاركة الفعالة من قبل الباحثين في هذا المؤتمر، وهو مناسبة لتشجيع تمسكنا بولاية أمير المؤمنين عليه السلام الذي هو أفضل رجال الأرض بعد النبي صلى الله عليه وسلم. دور الجامعة لا يقتصر على الجانب العلمي، وإنما هناك أبعاد وهناك أدوار متعددة للجامعة، منها ترسيخ المبادئ والقيم الثقافية والدينية في نفوس طلبتها، وبالتالي الارتقاء بالجانب العلمي وترسيخ قيم العقيدة في نفوس المؤمنين. أنا مسرور جدا أن أكون في هذه المكان الشريفة. كما أنتم تعرفون عادة نحن الأفارقة وجودنا هنا قليلين جدا، وصراحة منذ ما جئت والتقيت بهذه العيد الأكبر في النجف وأيضا في كربلاء المقدس رأينا هذه النشاطات ما شاء الله جدا جدا جيد، وترتيبات الأمور ما شاء الله. نشكر أتبة العباسية المقدسة بهذه الفعالية. الجلسة الصباحية الأولى قد انتهت، ولكن في الجود ما زال مزيد من الجهود. على مقربة من الأولى الجلسة الثانية ستكون حتما عامرة بكل ما هو جديد من البحوث، فكونوا بالقرب. مشاركتي كانت بهدف خدمة الدين الحنيف المبارك وإعلاء لكلمة الحق وإشادة بالذكر العلوي الخالد وولاء لمصابيح الظلام وكعبة الاعتصام وثروة الاحتشام أئمتنا الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام. بذل المؤتمر جهود مضنية في سبيل تحقيق غاية كبيرة، وهو الإظهار بمظهر ولاية أمير المؤمنين في عيد الغدير. والمؤتمر تناول عدة محاور، منها المحاور السياسية والاقتصادية وتراث أمير المؤمنين. فرصة ثمينة تطلقها العتبة العباسية من خلال نافذة هذا المؤتمر الذي يعتبر فريدا من نوعه من حيث عنوانه ومن حيث مدته، ولعله لأول مرة يطلق بحث ويكون شاملا لكل الإمامة ولمدة أسبوع كامل. وحقيقة هذه جهود جبارة تستحق كل الشكر والثناء. مرحبا، اسمي هو جاستن جونز، أنا قادم من المملكة البريطانية إلى هذا المؤتمر أسبوع الإمامة الذي يدور حول 12 إماما لفترة طويلة. كنت أبحث في الإسلام الشيعي، ورقة البحث التي أقدمها الآن في موضوع الإمام الحسين وحول معركة كربلاء، وقد كنت أبحث عن عدد من العينات، بعضها مسلم وبعضها غير مسلم، من تأثروا وألهموا بجهاد الإمام الحسين من أجل العدالة، وقد كنت أتأمل الرسالة التي وصلتنا اليوم. لقد كانت تجارب عظيمة ومفيدة جدا، التحضيرات كانت رائعة، وقد حظينا بكل المعلومات التي احتجنا إليها قبل القدوم إلى العراق. لشخص قادم من المملكة المتحدة، موضوع القدوم إلى العراق هو تجربة جديدة وتجربة غريبة، لذلك كنا بحاجة للدعم من العتبة العباسية، وقد قدمت بشكل رائع كل التسهيلات والتحضيرات اللوجستية
الدولية، لذلك أنا ممتن جدا لهذه الفرصة العظيمة. هو من المواضيع المهمة والأساسية في عالم التشيع. أتمنى أن تطرح مثل هكذا مواضيع في بلدان. فقد طرحت مثل هكذا مواضيع في الجمهورية الإسلامية إيران في السنوات السابقة، ولكن لم تكن كهذا المهرجان الجامع والشامل من حيث الاستيعاب الفكري لدى العتبات المقدسة. بجوار باب علم الرسول الإمام علي بن أبي طالب عليهما السلام كان البدء في رحاب جامعة الكفيل وختامها مسكاً لليوم الأول من مهرجان أسبوع الإمامة العلمي الدولي. نلتقيكم صباح يوم الغد في يوم ثاني في أسبوع الإمامة ورسالة أخرى في كربلاء المقدسة. حتى ذلك الحين نستودعكم بأمان الله وحفظه.